المنتخب التونسي تدريجيا يتصاعد ويبحث عن البطولة صراحة. فعلا يبحث عن البطولة. هناك مفاتيح لعب، هناك مقاتلين لتكملة هذا الفريق. يعني هناك من اللمسة من المساكني يقدر يقدم لك المستوى والفرصة والهذا. اللاعب الشاب الصغير حنا بقل يعني لحد الآن يحتاج وقت إنه يتجرأ ويرتقى ويدخل ويعطي يعطي يعطي الفرصة لنفسه أولاً إنه هو يوصل. لابد انه غير، لكن هو عاقل من ناحيه اني انا ما ابي اكسب جماهيريا حاليا واخذ الخطوات الايجابيه بالنسبه لي للظهور بشكل كبير. الشعلاني انا لاعب في خط الوسط عاجبني جدا 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 جدا، هو الجندي المجهول فعلا في المنتخب التونسي رقم 6. اللاعب لاعب مقاتل في خط الوسط يقدر يدير يعني هناك. هذا هو الجندي المجهول اللي يبحث عن ربط الخطوط بالنسبة للكرة التونسية. فالكرة التونسية تفوق في الكرة الهوائية وعندها هذا سلاح قوي جدا، مع أن الفرق الثلاثة وأربع فرق الأفريقية هي يتسيدون خاصة في هذه البطولة الكرات الثابتة اللي هي فعالة بشكل كبير. أيضا نقول المنتخب التونسي، يعني طبعا ما أتكلم عن الجزائر إن تونس لا، بس إن إحنا في سياق إن المنتخب التونسي، المنتخب التونسي فعلا قدم اشياء جدا جميله حتى لو كان فيها اخفاقات، لكن يقدم لك لمحه انك انت غصب عنك راح ترشح، لان تقول لك لا هذا راح ياخذ البطوله، راح ياخذ المباراه. دائما من يرشح الاستاذ رايد؟ من ترشح كابتن؟ صعب عليك الترشيح؟ لا هي مباراه متكافئه انا اشوفها. قطر امس قال اللي يفوز على منتخب قطر سياخذ الكاس. قطر قطريين امس البارحه تلاقيناه يعني اللي يفوز على قطر راح ياخذ يعني اذا بعد تاهل تونس ولا كنت اهل تونس. لا انا اروح مع المنتخب سمو تونسي. الشيخ يعني تقول بان المنتخب التونسي هو راح يفوز؟ نعم راح ياخذ ترشحه هو. اي